بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلاة الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث المخرج في الصحيح حيث قال: خير الناس يعني بعد الأنبياء القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء القرن هم جميع الصحابة الذين ماتوا على الإسلام، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم. شهد صلى الله عليه وسلم لثلاث طبقات بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فاللهم ارض عنهم جميعا وارزقنا حسن متابعتهم والصدق في ذلك، وتجاوز عنا وتقبل منا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالكلام حول أركان الإسلام وما يتعلق بحج بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة مكفرات لمن بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمقصود بالحج المبرور الحج النقي الذي يحرص الحاج على تقوى الله وإخلاص العبادة له وإعلان تقيده بعقيدة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ينبغي للإنسان أن يعرف كل ذلك. ذكرنا مجملا شيئا مما يتعلق بأمر الحج إلى وصول يوم النحر، ونذكر باختصار حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه أتم حديث في الصحيح سرد أعمال الحج بكاملها، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكث لم يحج حتى تم 9 سنوات يعني في المدينة، ثم أعلن يبين للناس أنه حاج، فكثر الوفود للمدينة كل يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. ثم مشى صلى الله عليه وسلم من المدينة غير محرم إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة قريبة من المدينة، لكنه في ذلك الوقت بين المدينة وبين ذي الحليفة مسيرة ضحوة للسائرين والراكبين للإبل ونحو ذلك، ثم بقي في ذلك المكان. وفي الصباح عند قرب الظهر أحرم بالحج، وكانوا لا يعرفون إلا الحج، ما يفكرون بعمرة في ذلك الوقت، لأن العرب في الجاهلية لا ترى جواز العمرة في أشهر الحج، وكان عامة أو كل من معه من العرب إلا ما شاء الله كسلمان الفارسي وأمثاله. فلما صلى الظهر في ذي الحليفة جمعا وقصر، ركعتين الظهر ركعتين العصر، ركب راحلته ولبى، ولما ارتفع على المرتفع استمر يلبي التلبية التي ذكرتها بالأمس: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يلبون بتلبيات كثيرة، لكن النبي ملتزم تلبيته. فرقيه القوم في مرتفع خروجه من ذي الحليفة، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله.
فأخرجت امرأة طفلا من محفتها بيديها وقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ هو صغير، طفل صغير. قال: نعم، ولك أجر. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في وقتها قصرا بدون جمع حتى وصل إلى مكة. ولما دخل مكة بدأ بالطواف، وصل مكة بدأ بالطواف، فطاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ويكبر عند ما يستقبل الحجر في كل شوط من الأشواط، ويكرر التكبير، ويقرأ ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم لما انتهى خرج إلى المروة، إلى الصفا، واستقبل الكعبة وتلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أتمها ثلاث مرات. ثم انحدر من الصفا مكبرا، فلما وصل إلى بطن الوادي وهو أخفض من المسير قليلا، جرى ساعيا الركض المختصر. ثم لما انتهى من الوادي سار على هيئته حتى وصل المروة، فكرر في المروة ما ذكره في الصفا. ولما انتهى قال للناس: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، وقد ساق 60 بعيرا، 60 بعير، وجاء علي من سفره إلى اليمن أيضا ب40، فصارت تحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وللحجاج 100 بعير. قال: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي. فمن لم يكن معه هدي يعني مسوق فليتحلل بعمرة. فاستغرب الصحابة الناس، قالوا: أي العمرة؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، أي العمرة؟ قال: العمرة كلها. قال: العمرة؟ قال: نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أمر الناس كل من لم يكن معه هدي للكعبة لمكة، وهم عدد قليل الذين معهم الهدي، كان أبو بكر الصديق وأظن الزبير بن العوام وحوالي 3 من الصحابة و4 الذين هم أكثر يسارا من غيرهم، وبقية الناس لا يملكون أن يسوقوا شيئا من المدينة. فكل هؤلاء تحللوا وقالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني من لبس غطاء الرأس والطيب وجماع الزوجة، كل ذلك مباح حتى يأتي الإحرام الآخر. ثم استمر صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوقاتها، يقصر الظهر 2 ركعات، وإذا دخل وقت العصر صلىها 2 ركعات يقصرها، والمغرب لا قصر فيها، والعشاء يقصرها 2 ركعات، فجلس 4 أيام. وفي اليوم 8 توجه إلى منى، لم يتم 4 أيام زائدة، وذهب إلى منى وصلنا فيها الظهر اليوم 8 والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر عرفة. ثم طول ما هو في هناك يكثر من التلبية والتسبيح والتهليل، ولكن أكثر شيء يقال هو لبيك اللهم لبيك. ثم ذهب إلى عرفات سائر عند قرب طلوع الشمس أو مع طلوعها، فوجد قبة مضروبة له في نمرة، وسار الناس كلهم ودخلوا في عرفات وهم يعرفون حدودها لأنها لا تحتاج، هي بلد العرب ويعرفونها دائما، وفي كل عام يكون فيها لقاء في الحج، ولكنه يأتي بعد الأسواق، بعد سوق ذي المجنة وذي المجاص، تلك الأسواق الجاهلية. فلما دخل وقت الظهر وكان يوم جمعة، لكن لم يصلي جمعة ولم يخطب خطبة جمعة، فصلى بالناس الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات في يوم جمعة، ثم وخطب الناس وبين ما عليهم وما لهم، ثم توجه إلى الصخرات إلى الجبل، وبقي فيه محرما مشتغلا بالذكر والتلبية والثناء على الله. وصار بين الناس تحاور هل هو صائم، لأنه يصوم يوم العرفة كان. فقالت أم الفضل بن عباس
زوجة عمها العباس بن عبد المطلب: أنا أكتشف لكم. فأرسلت له قدحا فيه لبن فناولوه إياه، فأخذ وشرب الناس ينظرون فعرفوا أنه لم يصم يوم عرفة، واستمر إلى أن غربت الشمس. فلما غربت الشمس انصرف، وانصرف الناس وساروا في طريقهم إلى أن وصلوا مزدلفة، والنبي استمر في التلبية حتى وصل مزدلفة. فلما وصلها أذنوا للمغرب والعشاء، وصلى المغرب ثم أقيمت العشاء أيضا وصلىها ركعتين ثم نام حتى صلى الفجر، وصلىها في أول وقت الفجر. ثم لما أصبح وقف عند المشعر الحرام في مزدلفة وقال عليه الصلاة والسلام كلمة كالتي قالها في عرفات حينما وقف، قال: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي يأتي من غرب المسجد الذي يصلى فيها الآن، مسجد عرفات. وقال: وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ثم قال لهم: وقفت ها هنا وجمع، أي مزدلفة، كلها موقف، وارتفعوا عن بطني محسر. فلما كادت الشمس أن تخرج أن تشرق انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكانت العرب لا تنصرف من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون في لهجاتهم: أشرق ثبير كي ما نغير، يعني من الجبل، جبل ثبير المشرف على مشعر منى. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهو في حال توجهه تعرضت امرأة من خثعم شابة وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان الفضل بن عباس من أجمل الناس، فجعل ينظر إليه تنظر إليه، فما كان من النبي إلا أن وضع يده على وجه الفضل وصرفه عن النظر، ولما التفت للجهة الثانية وضع يده على وجهه وصرفه عن النظر، وهذا نوع من إنكار المنكر صلوات الله وسلامه عليه. ثم استمر ماشيا إلى أن وصل إلى منى، فلما وصل إلى منى بدأ برمي الجمرة، وكانت الجمرة لاصقة بالجمل الذي هي بجانبه، يستقبلها من يرمي الجمرة ويجعل منى على يمينه ومكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة. فلما رمى الجمرة 7 حصيات ذهب إلى الموقع الذي سينحر فيه، فلما وصل نحر 60 بعيرا بيده هو صلى الله عليه وسلم، بيده المدية وهي السكين، يطعن في نحر البعير وهو في حال قيام البعير. تنحر السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة غير معقلة ومبركة. فلما أكمل 60 أعطى المدية عليا لأنه أشركه معه في الهدي، وكمل الهدي 100 ناقة. ثم قال النبي للناس كلهم: من شاء اقتطع، أي من أراد لحما فليأخذ. وأمر النبي أن يؤخذ قطعة من كل بعير، ثم طبخت في قدر واحد، فأكل صلى الله عليه وسلم منها وشرب من مرقها هو وعلي لأنه شريكه في هذا النسك. ثم بعد ذلك حلق، ولما حلق وزع شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن أحدا من الناس وزع شعر رأسه، لا قبل ذلك ولا بعده ولا أحد من الخلفاء، وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل ذلك أبو بكر وقد حج بالناس، ولا عمر وقد حج بالناس، ولا عثمان وقد حج بالناس، فهم يعلمون أن هذا الاختصاص إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. هو كان سعى أول ما وصل، ولكنه كان متمتعا لأنه قد ساق الهدي. أما من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي وجاء بعمرة مفردة يطوف ويسعى، وإذا أحرم في اليوم الثامن إلى عرفة
إذا رجع من عرفة يطوف ويسعى، أما من بقي متمتعا ولم يتحلل فإن سعيه يبقى كافيا ما أداه قبل بعد أداء العمرة وقبل الحج. والطواف لا بد منه، لأن الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم جلس النبي في منى 3 أيام، اليوم العاشر واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، ويصلي بالناس صلاة السفر، لا يجمع ولكنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة كالظهر والعصر والعشاء، ويشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل التكبير. انتهى من يوم ذبح هدي التمتع والقران. ثم في اليوم 13 انصرف في المساء قبل غروب الشمس، وصلى المغرب والعشاء في الأبطح في منى في مكة، وصلى الفجر بالناس، ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المدينة بعد طوافه طواف الوداع. هذا مجمل أعمال الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نداء لكل حاج عليه ألا ينصرف من مكة إذا كان وافدا إليها حتى يطوف طواف الوداع. فلو أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر فطاف طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع. أما إذا كان طواف والأفضل أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة يوم النحر، هذا هو الأفضل. والأفضل أن تؤدى جمرات يوم العيد صبيحة يوم النحر، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرها جاز. لكن من تقيد بصفة أداء محمد صلى الله عليه وسلم لأداء لهذه المناسك بدقة فإن حجه يكون أتم وأكمل وأوفى. هذا مجمل ما يتعلق بالحج، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ييسر لمن عزم على الحج وتيسرت له أمور أداء الحج أن يوفقه الله جل وعلا لأداء الحج بإخلاص. ثم لا بد للإنسان أن يتهيأ قبل الحج بالتوبة إلى الله من الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، فإن هناك ذنوبا كثيرة تمر بنا لا نعلمها، والله لا تخفى عليه خافية، والله يعلم السر وأخفى. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله مما يعلم ومما لا يعلم، ويكثر من الاستغفار، والله يحب التوابين. كلمة التوابين الذين يكثرون التوبة والمستغفرين، فاحرص أيها المسلم. وأكرر بأن العمرة لا يجب لها وداع، إلا أن الإنسان إذا وداع لها كسب في آخر مقام في مكة عملا لا نظير له في الدنيا إلا حول هذا البيت العتيق. ثم ينبغي لمن حج وهو يقول لبيك، ينادي ربه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ينبغي أن يصدق ويحقق أنه لا يشرك بالله شيئا، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا شيطانا ولا جنيا، لا يشرك مع الله أحدا في العبادة. والعبادة لا تصح ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. والنبي لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله معه أحد غيره، والذي تشرك به لا يمكن أن ينفعك بشيء ولا أن يضرك بشيء إلا إذا كان الله كتب ذلك، وما كتبه الله يأتي لا محالة. هذا مجمل ما يتعلق بأحكام الحج. والنبي كرر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي يريد أن يحج عليه أن يتفقد أحواله وينظر صحيفة عمله التي يستطيع أن يقرأها بمعرفته هو بما كانت عليه حاله، ويتوب من كل ما يكون له من جنح ومخالفات مالية أخلاقية خيانات أو غير ذلك، يتوب إلى الله. وما كان من حقوق للعباد
يحرص على أن يقضيها قبل أن يرحل للحج، حتى إذا رحل للحج تكون صحيفته بيضاء خالصة نقية من المتابعات. والإنسان إذا مات من هذه الدنيا، إن كانت له مخالفات وله أعمال كثيرة صالحة، لم ينظر في إدخاله الجنة حتى يقضى ما عليه، يؤخذ من حسناته. فإن فانيت الحسنات قبل أن تنتهي الغرامات التي عليه، أخذ من سيئات غرمائه وخفف عنهم وطرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم. فليحرص المسلم على أن يلقى الله جل وعلا، وقد اجتهد في أن يتخلص من حقوق العباد، وأن يتوب إلى الله مما يحصل من تقصير في حقوق الله. فإن التقصير في حقوق الله محتاج للتوبة الصادقة إلى الله، فمن تاب صادقا من تقصيره الذي حصل فيما بينه وبين الله، فإن الله غفور رحيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يرزقنا حسن العمل بما نعلم، وأن يورثنا من العلم ما لم نكن نعلم مما ينفعنا في حياتنا وآخرتنا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حفظ الدين، وأن يجعل هذا البلد بلد الحرمين، بلد الكعبة وبيت ومسجد الرسول، أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، فرج كربات المكروبين من المسلمين في كل مكان، في الشام والعراق وغيرها مما تعلمون كثيرا منه، وما لا تعلمونه يعلمه علام الغيوب. نسأله جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين جميعا، وأن يقضي الدين على المدينين من المسلمين. آمين. وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان. آمين. وأن يعاجل بالفرج هذه الفئة أو هذه البلاد التي تسلط عليها أعداؤها، ليسوا أعداء دنيا فقط، بل أعداء دنيا ودين. النصيريون الذين هم من أخبث عباد الله، الذين هم فرقة من الدولة، من الطائفة الباطنية، الذي قرر علماء الحق أن ظاهرهم يتظاهرون بأنهم يحبون أهل البيت، أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكررت عليكم مرارا أنهم يقولون عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب إنه الله، وأنه الذي خلق محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى فساد عقول تلك الطائفة. النبي أكبر من علي بسنين، علي يعتبر من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول علي خلق النبي، والنبي خلق سلمان، وسلمان الفارسي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير في السنوات. ولكنها الفرقة الحمقى الجاهلة التي لعب بها الشيطان حتى وصلت إلى قتله. فنسأل الله أن يرينا فيهم وفي من يعينهم من الاثنى عشرية الرافضة الصفويين، حكام إيران في هذا الوقت، ومن يكون على مذهبهم من الاثنى عشرية في العراق ولبنان وفي أي مكان. نسأل الله أن يكبتهم جميعا، وأن يعز الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يحمي البلاد الإسلامية من أن يشيع فيها مذهب الاثنى عشرية، فإنه موجود في جزيرة العرب، وجزء منه موجود في المدينة وحواليها، لكن لا شأن لهم، وجزء في اليمن وما كان لهم شأن. ولكن تنفس الصفويون وأعيد لهم شيء من مجدهم الذي كان اندرس في القرن العاشر ومحى أكثره. وكما أشرت لكم، كان المذهب الشافعي يعم عامة أقطار فارس، فكان إسماعيل الصفوي الذي صار رافضيا أفنى مليون أو يزيد من أهل ذلك البلد الذين رفضوا أن يدخلوا في المذهب الرافضي. فنسأل الله جل وعلا أن يكبت هذا المذهب، ويكبت من يدعو إليه، ويخزى كل من
يلتصق به أو يستشيره أو يعرفه، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على المملكة العربية السعودية أمنها، على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها لكل خير، وأن يوفقه لاختيار أصلح الناس لأهم الأعمال، ويرزقه اليقظة في كل أموره وابتغاء مرضات الله، وأن يوفق كل من يتولون معه العمل، أن يخلص لله العمل، وأن يحرص على حسن أدائه، وأن يراقب الله جل وعلا، وأن يكون قصدهم إرضاء ربهم جل وعلا في كل أمورهم، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.